هنا كان مسرحا للجريمة الحوثية المتكررة بحق مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، لكن غدر ميليشيات الحوثي لا يقف عند هذا الحد. قذيفتا هاون حوثية عيار 120 أودت بحياة عامل وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى إلحاق مزيد من الأضرار في المجمع الممتد على مساحة واسعة بين شارعي صنعاء والخمسين في مدينة الحديدة. جرم حوثي للمجمع مع سبق الإصرار والترصد، ففي غضون 48 ساعة جرى استهدافه مرتين ضمن سلوك ممنهج تسعى من خلاله الميليشيات إلى وضع المجمع خارج نطاق العمل، فما أن يتم إصلاح ما أفسدته قذائف ميليشيات الحوثي بالمجمع بغية إعادة تشغيله حتى تنهال عليه قذائف الحوثي مجددا، ما أرغم عشرات العمال على فقدان مصادر دخلهم ولزوم منازلهم. سجل ميليشيات الحوثي في المجمع أسود كلون الدخان المتصاعد في جنباته بفعل الاستهداف المتكرر. فمنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ، تم توثيق 14 استهدافا حوثيا للمجمع، وسقط 10 عمال بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى فقدان العشرات لوظائفهم. ولم يقتصر الأذى على عمال مجمع إخوان ثابت، فقد حرم نحو 9000 موظف معظمهم من أبناء الحديدة، حرموا من مزاولة أعمالهم في المحافظة الساحلية بفعل الخروقات الحوثية والاستهداف المتكرر للمناطق السكنية منذ لحظة التوقيع على اتفاق السويد قبل أكثر من 14 شهراً.